النقل الدولي للبضائع في ظل قرار السلطات الفرنسية القادمة بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار. فليتفضل أحد واضع السؤال. شكرا سيد الرئيس. السادة الوزراء، أقدمت السلطات الفرنسية على اتخاذ إجراء يقضي بتقليص منح التأشيرات إلى المغاربة ب 50% تقريبا، وهذا الشيء عنده واحد تأثير كبير على الصادرات المغربية، على النقل الدولي، وبالتالي عنده تأثير كبير على الصادرات المغربية اللي غادي تعرف واللي غادي تضر بواحد الشكل كبير. كان سائل الحكومة شنو الإجراءات اللي قمتوا بها من أجل التخفيف من هذا الأمر هذا، وخاصة على أن هناك تصريحات من الحكومة الفرنسية اللي احنا كنعتبروها كشريك أول وشريك كشريك أول بالنسبة، وعندنا علاقات متميزة مع فرنسا، إلا التصريحات اللي جات على الناطق الرسمي باسم الحكومة جابرييل أطال كذا إلى غير ذلك اللي غادي نرجع لها من بعد. إذن ما هي الإجراءات اللي غتقوموا بها من أجل هذا؟ لأن هذا الشيء غادي يلحق واحد الضرر كبير بالمنتوجات المغربية، وخاصة على أننا نحن في موسم البواكير اللي سميتو نتاع الحواميض إلى غير ذلك. شكرا. شكرا سيد النائب. جواب سيد الوزير. شكرا سيد النائبة. سيد النائب المحترم، في البداية أشكركم سيد النائب على طرح هذا السؤال حول وضعية قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع في ظل قرار السلطات الفرنسية القاضي بتخفيض عدد تأشيرات المنوحة. بالفعل توصلت الوزارة بطلبات متعددة من طرف الهيئات والجمعيات المهنية من أجل التدخل لدى السلطات الفرنسية بغية الحد من الصعوبات التي تشكو منها للحصول على تأشيرات السفر الخاصة بفئة السائقين المهنيين. في هذا الإطار قامت السلطات المغربية بربط الاتصال على مستويات عليا مختلفة مع التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب من أجل دراسة هذه الصعوبات. جدير بالذكر أن طلبات التأشيرات عرفت ارتفاعاً مهماً بالنظر للنمو الكبير الذي شهده النقل الدولي للبضائع مقارنة مع السنوات السابقة، ولقد توصلنا ببعض المعطيات التي تفيد أن هناك بالفعل انخفاض هذه السنة في نسبة الموافقة على الطلبات المقدمة من طرف فئة السائقين المهنيين مقارنة مع نفس الفترة من السنوات الماضية. هذه النسبة هذه تقريبا 10%. في إطار الاتصالات المكثفة مع الجانب الفرنسي توصلنا بإشارات إيجابية تصب في اتجاه معالجة هذا الملف عبر تسهيل الحصول على المواعيد لوضع طلبات التأشيرات وتسريع وتيرة معالجة الملفات المتعلقة بمقاولة النقل الدولي، وذلك لمواكبة عملية التصدير والاستيراد بين المغرب وفرنسا في أحسن الظروف. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب. السيد الوزير على التعقيب ديالكم كيشير على أن هناك تسهيلات تقدمات. خصك تعلم على أن في 1919 أننا المغاربة حصلوا على 346 ألف تأشيرة. لحدود الساعة حصلنا يلا على 18579 تأشيرة. ما كاين تساهل، بكل صراحة هادشي ما كيعكسش الروابط التاريخية اللي عندنا مع الدولة الفرنسية. زائد على أنه واش ما كتشوفش على أن هذه وسيلة حمائية، أن كنوظفوا التأشيرة من أجل حماية المنتوجات الفرنسية. واش ما كتشوفوش على أننا حنا كنقولوا أن عندنا علاقات متميزة مع الحكومة الفرنسية، ولكن كيجي جابرييل أطال وكيصرح تصريح لإذاعة أوروبا واحد واللي كيشير فيها على أنه أن حصل حوار ثم وجهت تهديدات اليوم ننفذ التهديد. هذا خطاب لا يمس الدبلوماسية والعلاقات الفرنسية بصلة. المغرب كان عنده جواب على أنه قال نتفهم أنه توصل بالقرار، ولكن وزير الخارجية ديالنا صرح بصريح العبارة على أن هذا القرار غير مبرر وغير ملائم. هذه عبارة في الدبلوماسية اللي عندها الوزن ديالها. لهذا أنا كنشوف على أن واش المغرب ما خصوش يلتجئ للمعاملة بنفس المعاملة، أنه يفرض بعد الشروط على الدخول بالنسبة. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات إضافية أو تعقيب إضافي؟ تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمين، السادة النواب والنوائبات، سيد الوزير المحترم. غير في نفس سياق النقل الدولي، المشاكل اللي هي كيتخبط فيها المهني النقل الدولي مع الجوار الإسبانيين، سيد الوزير المحترم،
كيف يعقل بأن النقل الدولي اللي هو نقل حيوي وكيعيش في هذه الظروف هذه مدة 3 سنوات وحنا كنعيشوا في هذه الإكراهات في المخالفات مع الدولة الإسبانية. كل يوم كيجي الباطو اللي فيه 40-45 كاميو كلها كتخلص 500 أورو 400 أورو، والمدة الرحلة ديال الثانوية السيد الوزير المحترم كنفوتوا 145,000 رحلة ضربة في هذا العدد. هذا الشيء خطير جدا، ولهذا كنطلب السيد الوزير المحترم رد الاعتبار ان هاد المهنيين راه عاشوا واحد الظروف قاسية ومازال كيعيشوا، وهذا القطاع كينهار نهار على نهار وما كاينش اللي كيسول فيه. كنتمنى السيد الوزير المحترم بان احنا عارفين بان الظروف ديال الحكومة جديدة، هذا الشيء تراكم تقديمة، كنتمنى السيد الوزير يكون شي تدخل بان ردوا الاعتبار هاد المهنيين، هذا القطاع كيدمر نهار على نهار. راه ديك الصندوق اللي كان عامر كانوا كيخلصوا به المخالفات راه بدا كاين اللي بدا كيسعى دابا، كاين اللي كيبيع الكاميو ديالو، كاين اللي راه تعرض للنسيزيات، كاين امورات خطيره جدا. كنتمنى السيد الوزير المحترم شي تدخل في هذا القطاع. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضل السيد الوزير رد. شكرا سيد النائبين. بالنسبه للتاشيرات كصفه اجماليه ما ننساوش باننا تنعيشوا واحد الوقت اللي هما في الحدود مغلوقه. اما بالنسبه للتاشيرات ديال السائقين ديال النقل الدولي هي راه عرفت تقريبا نفس العدد مقارنه مع العام السابق، ما كاينش انخفاض نهائيا. الانخفاض جاء في النسبه ديال الجواب الايجابي للطلب. بالنسبه للقطاع ككل غادي كيف قلتوا قبيله غادي نجتمعوا مع المهنيين، واول تنظن الاسبوع المقبل غادي نبداو نلتقاو بهم باش نجلسوا معاهم ونشوفوا كيفاش نقدروا نحلوا المشاكل ديالهم وحده وحده. شكرا. شكرا السيد وزير.